قمنا اليوم بإعطاء إشارة انطلاق ربط بالشبكة الغازية لتم مشاتي بالنسبة لعدد السكان يفوق 670 عائلة على مسافة طولية تقدر ب 44.47 كيلو متر، وهي مسافة جد مهمة بمبلغ يفوق 13 مليار بالنسبة لهذه المشاتل، وتبقى مازال عندنا مشاتل أخرى على مستوى هذه البلدية التي سيتم التكفل بها في الأيام القادمة.